يعرفه جميع من على المشرعه بان هذا حيدر. السلام عليك يا مولاي يا حيدر الجرار. نعم كانت صولاتك حيدر. تقدم هايد بن تروه، لا تعوف الحسين، اوقف يم الحسين. تقدم العباس فرجول بعد ان قتل، يقول سماطين فرجول من جهه المشرع. تقدم ابي الفاضل بهمه وقتال متقدم الى الموت، يريد يملا القرب بالماء حتى ياتي الى سكينه وزينب، الى العلويات، الى النساء اللي على الاقل كل واحده يشربها مي قبل. لكن سبحان الله لما وصل الى الماء، يرون هذول هم اعداء يرون، اراد ان يشرب شويه من عطش. يقول الامام الصادق سلام الله عليه كان عمنا العباس لما تقدم الى الماء وقلبه كالجمر من شده الحرها، من شده العطش، اراد على الاقل ان ياخذ غرفه من الماء، غرفه من الماء يبنيها من شفتيه. لما اوصلها الى فمه تذكر عطش الحسين، صاح لا والله ما اشرب قبلك يا ابا عبد الله. فرمى الماء، شلون اشرب وهو يا حسين عطشه؟ فرمى الماء، شلون اشرب وخويا حسين عطشان؟ وظن سكنا يا ويل من العطش مات، وظن طفل يا ويل من العطش مات. رمى الماء وملأ القربة وشد وكاها. ثم عاد الحسين سلام الله عليه، لما نظر الرايه نزلت الى الماء، مستبشر الحسين سلام الله عليه بان فيه ابي الفاضل وصل الى الماء، ملأ القربه صعدت الرايه، مستبشر الحسين واذا باحد اللعنة كان خلف شجره، فضربه من الخلف على يديه، فقد يده اليمنى، والله ان قطعتم يميني إني محامي أبدا عن ديني. فقطعوا شماله، والله إن قطعتم شمالي. الله أكبر. أبو فاضل سلام الله عليه كل شيء فعلوا، ما ترك القربة، وضعها في رقبته، المهم يوصل الماء إلى زينب. كل هم أبو فاضل أن يوصل الماء وين؟ إلى الخيام. آجركم الله. بينا هو كذلك ما اهتم بالكفين انقطعان، المهم يوصل الماء. واذا بسهم اتى الى القربه اريق ماؤها، وسهم اخر الى عينه، وضربه العين من الخلف على ام راسه، سقط ابو فاضل العباس. بس هاي المره الوحيده اللي صاح بها اخي ادرك اخاك، كله كان يقول له سيدي ومولاي، لكن هنا صاح يا اخي ادرك اخاك. هنا الحسين سلام الله عليه جاءك الصقر على فريسته، قتل قاتلا من المجموعه اللي موجودين، لكن الحسين سلام الله عليه طأطأ مرتين قبل ان يصل الى ابي الفاضل. وابو الفضل برمقها، يقولون الروايه حميد بن مسلم تنوت منهم من الحسين، رايته يقبل شيئين يخليهم وين؟ الله اكبر، برداء، واذا بهما كفي ابي الفضل العباس. قبلهما دنا من ابي الفضل، وضع راس ابي الفضل بحجره. ابو فاضل يتوقع من الاعداء، صاحب الله عليك امهلني حتى يصل ابن والدي يقبله ويقبله. يتوقع واحد من الاعداء جاء ليحز راسه، فهنا الحسين انفجر باكيا، صاح يا ابن والدي يا ابا الفاضل شنو اللي تريده؟ قال يعني من افتهم انه اول الحسين سلام الله عليه ثلاث مرات رفع راسه من حجره. يقول له ليش يا ابو فاضل كل مره اضع راسك في حجري تعفره بالتراب؟ قال اخي يا حسين الان انت تضع راسي في حجرك، ولكن بعد ساعه من الذي يضع راسك في حجرك؟ شلون يواسي؟ ثم شاهد ان الحسين سلام الله عليه يهم بان يرفعه يشيله يوديه للخيام. فقال له اخي يا ابن الزهراء اقسم عليك بجدك رسول الله اتركني هنا لخصلتين، ليش يا ابو فاضل؟
يقول له اول شيء انا نزل بي الموت، ما افيدك اموت بالطريق، واني يعني تروح بهذه المصايب الى زينب وانا مستحن من زينب وسكينه، وعدتهم بالماء واتيهم بهذه الحاله، اتركني يا ابن رسول الله يا خويا حسين، خليني بمجاني. يقول له ليش يا زهرة زماني، يقول له وعدت سجنة تراني بماي ومستحي منها ومقدر. بيناوي بيناوي يكلمه يكلم الحسين، والحسين يكلمه، وإذا به قد فارق الحياة. رحم الله من نادى وسيداه وأحبه ساه. أخويا ليش هالساعه عذبني، رحت عني يا أخويا وضيعتني. يقول حميد بن مسلم ما قام الحسين من أصحابه وأهل بيته كما قام من أبي الفار، قام محني الضار وواضع يده في خاصرته وهو يقول الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. يخو يخو انكسر ظهري ونقدر أقوم، وصرت مركز يا خويا الكل لهموم، يا خويا استوحدوني عقبك الدوم. ظهر انكسر خويا وظهر انت اللي كسرته، اماني اخوك شلون اخوك اليوم عفته، انت اللي تجيب الماي وانت الكافل، انت تخلي العقل بلا ولي بين المية. ثم ان الحسين عليه السلام، الحسين تقول الروايه 5 مرات وفي روايه 9 مرات الحسين سلام الله عليه يخاطب القوم لعلهم مو ان يتركوا بس حتى يفهمون ان هذا الحسين غدا امام جده امام جد رسول الله. يقول ما ابلغوني، ما اعرف هذا اللي قتلته، ما ادري من اللي معاه، ابن رسول الله، ابن علي، ابن فاطمه، كان يقيم الحجه بعد الحجه حتى لا يقولون هذا من الذي برز علينا ولا نعرفه. لذلك كثير تقول الروايه خرجوا من الصف الاول وابتعدوا بعد ان عرفوا حقيقه هذا الامر وان الحسين هو الذي يقاتلونه. هنا هذه المرحلة الأخيرة للحسين سلام الله عليه. تقدم نحو القوم مصبتا سيفه آيسا من الحياة، ودعا الناس إلى البراز فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى قتل جمعا كثيرا، ثم حمل على الميمنة وهو يقول القتل أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري، أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنتني، أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. قال بعض الرواة فوالله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه. أربط جأشا ولا أمضى جنانا ولا أجرا، وما رأيت قبله ولا بعده مقتولا قط كان يقاتل بهذه الهمة. الواقع احنا قبل ان ننهي هذه المصيبة اللي واحد ما يقدر يقرأ نهايتها، نأخذ شوي عن الطفل الرضيع، لأنه بصراحة كان انه بودي ليلة البارحة نقرأها او اليوم مساء، بس الأخوة قالوا هسه تقرأ ولو
تجاوزناها. يعني افضل انه نقراها لانه نخليلها وقت كافي في هذه الليله اذا تسمحوا لنا بالمقتل، لانه بصراحه ما سنقراها بالمقتل لانه اما بدايه المقتل نقتله لانه يعني نحاول نسوي المقتل ماله، او نخليه في الليله ان شاء الله في هذه الليله الحمد لله ان شاء الله. ولما راى شمر ذلك استدعى الفرسان فصاروا في ظهور الرجاله وامر الرماه ان يرموه فرشفوه بالسهام حتى صار درعه كالقنفذ، وجاء شمر في جماعه من اصحابه فحالوا بينه وبين رحله الذي فيه ثقله وعياله، فصاح الحسين عليه السلام: ويلكم يا شيعه ال ابي سفيان، ان لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون الميعاد فكونوا احرارا في دنياكم وارجعوا الى احسابكم وانسابكم ان كنتم عربى كما تزعمون. فنادى شمر: ما تقول يا ابن فاطمه؟ فقال: اقول اني اقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم وطغاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. قال: اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. فقال شمر: لك ذلك يا ابن فاطمة؟ ثم صاح: إليكم عن حرم الرجل واقصدوه بنفسه، فلعمري هو كفء كريم. فقصدوه ورأوا أن يرموه جماعة بالسهام وآخرين بالحجارة، فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحجاج، وكان في 4000 حمل عليهم الحسين، فكشفهم عن الماء وأقحم الفرس الماء، فلما ولغ الفرس ليشرب منه قال الحسين عليه السلام: أنت عطشان وأنا عطشان، فلا أشرب حتى تشرب. يقول: فرفع الفرس رأسه كأنه فهم كلام الإمام سلام الله عليه. ولما مد الحسين يده ليشرب قليلا من الماء ناداه رجل من جماعة عمر بن سعد: أتتلذذ بالماء وقد هتكت حريمك؟ أراد أن يمنع الحسين من شرب الماء فرمى الماء ولم يشرب قطرة واحدة وقصد الخيام. هذه من غيرة الحسين سلام الله عليه. ثم أنه عاد إلى القتال يقاتلهم قتال الأبطال، وفيه تقول الرواية 72 جراحة، فوقف يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، فبينا هو واقف وإذا رماه أبو الحتوف الجعفي بحجر وقيل بسهم فوقع على جبهته الشريفة فأخذ الثوب ليمسح الدم من على جبهته، فرماه بسهم مسموم ذو 3 شعاب فوقع على قلبه الشريف. فقال الحسين عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي، تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. ثم أخذ السهم فأخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم كالميزان وأعياه نزيف الدم، فجلس على الأرض ينوب برقبته، فجاء إليه مالك بن النسر الكندي فشتمه وضربه على رأسه الشريف بالسيف. أيوا سيدا رحم الله من نادى وحسينا، وكان على رأسه برنوس فامتلأ البرنوس بالدم. فقال الحسين عليه السلام: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع القوم الظالمين. ثم ألقى البرنوس، فبينا هو في تلك الحال إذ خرج عبد الله بن الحسن ابن أخيه، وهو غلام لم يبلغ من العمر 10 سنين أو في رواية 11 سنة، قاصدا عمه الحسين سلام الله عليه. فلحقته زينب عليها السلام لتحبسه، فقال لها الحسين: أحبسيه يا أخي. فأبى وامتنع، أراد أن يحامي عن عمه، امتنعا شديدا، ووقف إلى جنب الحسين سلام الله عليه وقال: يا عم لا أفارقك.
فأهوى إليه بحر بن كعب عليه اللعنة، أراد أن يضرب الحسين سلام الله عليه، فقال له الغلام: ويلك يا ابن الخبيثة، أتقتل عمي؟ فضربه بالسيف، ضرب الغلام بالسيف بيده فاطنها إلى الجيب، فإذا هي معلقة، فنادى الغلام: يا عمّا! فأخذه الحسين وضمه إلى صدره وقال: يا ابن أخي، اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله يرحمك بآبائك الصالحين وبرسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وحمزة وجعفر والحسن صلوات الله عليهم أجمعين. فرماه اللعين حرملة، رمى هذا الغلام وهو في حجر عمه، فذبحه في حجر عمه، فرفع الحسين عليه السلام يديه وقال: اللهم امسك عليهم قطر السماء وامنعهم بركات الأرض، اللهم فإن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم غدوا علينا يقاتلوننا. وبقي الحسين لا يستطيع القيام، بقي مطروحا على الأرض مليا، ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوه، إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره أن تقتل الإمام. قال هلال بن نافع: إني لواقف مع أصحاب عمر بن سعد إذ صرخ صارخ: أبشر أيها الأمير، فهذا شمر قد قتل الحسين. ولكنه فقد قال ذلك أراد فقط أن يخبرهم، لكن الحسين واقف وجالس لا يستطيع أن يرى نساءه، كلما حاول أن يرى نساءه أن يصيح بصوت حتى يسمع، لكنه الحسين سلام الله في هذه اللحظات حتى صوتها انخفى. يقولون زينب هنا سألت زين العابدين: ما لي لا أسمع صوتا لأخي الحسين؟ يقولون وقفت على خيمها. وين وقفت؟ على باب الخيمة، ظلت تنوء بنفسها تشوف الحسين سلام الله عليه، لعله تشوف الحسين حتى تنظر لحظات الأخيرة. يقولون هنا في رواية يقولون إنه هي نزلت قبل أن يقتل الحسين، نزلة واحدة، هذا على كل بيتين ثلاث نقاط. وفي رواية أخرى: لا، بعد أن جاء اللعين وحث رأسه الشريف نزلت زينب سلام الله عليها. لكن إحنا نأخذ هذه الأبيات الرواية هاي اللي تقول زينب سلام الله عليها عندما وقفت على تل وبدأت تنادي: تعنيت مهضوم الولين الولين، أنا دوير صيحة بالبعر حسين وين، بعد ما تسمع على صوتها، أدور صيحة بالبعر حسين وين، التفت لي وعلي دار عين، ظنت ظن حصل واحد يعين. يقولون هنا الحسين حتى صوت بعد ما يوصل إليها، لما تقربت الرواية تقربت زينب تسمع صوت خفيف. هذا هنا الشاعر عدة أربع أبيات واقعا مثل حال الحسين سلام الله عليه وحال اللحظات الأخيرة مع أختي زينب وصيتها. أريدك وياي تساعدني في الأبيات. قالها بضعيف الصوت: زينب يا حزينة، يا جرح من جسمي سهيل وتضمدينا، وشفيت ضمديت وجسمي بقطعنا، والسهم طلع من نبيتي ويا ثلثين، ردي الخيمة وباريا زينب خواتيت، انتي كفيلتهن وانا قربة وفاتي، ما اريد تخلين وحدة من بناتي تطلع من الخيمة وتفاير بالدواوين. تقول الرواية: لما قطعوا الحسين عن أهلي، عن العيال، عن الخيام، كل يريد الآخر هو ينزل
يقتل الحسين عليه السلام يحث رأسه، لكن اللعين شمر هو الوحيد الذي برز. إنا لله، والله لا أستطيع أن أقرا هذه الكلمات. برز اللعين فرمس إمام فرفس إمامنا برجله، رفسه رفسا وجلس على صدره الشريف، جلس على صدره الشريف. رحم الله من نادى وحسينا وسيدا، فحث رأسه الشريف، أيوا حسينا وسيدا يا حسين. فاطمة قومي إلى الطفوفي، هذا حسين طعمة السياف، هذا حسين طعمة السياف، حسين طعمة السيوف. يا فاطمة قومي